أعلنت الجبهة الشعبية اليوم في ندوة صحفية عدم نيتها ترشيح أي شخص لرئاسة الحكومة القادمة، مؤكدة تفاعلها مع أي مرشح يقع الاتفاق حوله. وأشارت الجبهة أنها ستتعامل مع أي حكومة قادمة على أساس الخريطة السياسية التي أعدها الرباعي الراعي للحوار. قررنا وأن الجبهة الشعبية ما عادش ترشح أي شخصية. ثانيا أنها باش تتفاعل مع ما سيقدم من مقترحات منها أخرى. وثالثا الجبهة الشعبية باش يكون المعيار نتاع الحكم نتاعها على أي شخصية أو على أي حكومة هو برنامجها، هو مبادرة الرباعي وما فيها من مهمات اللي متعلقة بمسألة التعيينات. في السياق ذاته، نفى حمى الهمامي التهم الموجهة للجبهة الشعبية بتعطيل الحوار الوطني، مؤكدا أنه لم يتم التوافق على اسم جلول عياد وأن الائتلاف الحاكم وخاصة حركة النهضة هي من تناور. الرباعي الراعي للحوار بماذا يصرح؟ إذا كان هذا الواقع أنه أكثر من نصف ما همش مع سي جلول عياد، وإذا كان في أكثر من نصف فيهم أحزاب كبرى وأحزاب الائتلاف الحاكم وما ثماشي حتى شبه توافق، علاش الهجوم هذا على الجبهة الشعبية؟ شو الغرض منه إذا كان ما هوش التشويه والإقصاء، وإن كان هم مش قادرين عليه ولن يقدروا عليه، ومحاولة تقديم الجبهة الشعبية وكأنها رأي عندها هم واحد شعل النار. وبخصوص الكتاب الأسود، دعا حمى الهمامي إلى محاسبة المسؤولين عن إصداره باعتباره يمثل ضربا للعدالة الانتقالية وتصفية لحسابات سياسية. هذاك علاش بالنسبة لنا الكتاب هذا بالحق اللي عملوه لابد من مساءلتهم ولابد من محاسبتهم، لأنهم فسدوا قضية أساسية اللي هي قضية العدالة الانتقالية. تزامنا مع الذكرى 65 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أعلنت شبكة عهد للثقافة المدنية عن انطلاقتها. وتهدف هذه الشبكة إلى نشر مبادئ المدنية وثقافة حقوق الإنسان وتقوية قدرات المواطنين على فهم واقعهم والمساهمة في صنع القرار أو التأثير عليه، إضافة إلى إيجاد حلول جماعية لمشاكلهم. تصديا لمحاولة تركيع القضاء ضرب حرية الإعلام، الوقوف في وجه التعذيب وترسيخ كل مبادئ حقوق الإنسان، انطلق اليوم عهد تونس في كل مكان لترسيخ ثقافة حقوق الإنسان والدفاع عنها. اليوم نجتمعوا باش نزيدوا نعمقوا الطرق اللي تخلينا نزيدوا نطوروا في هالتثقيف هذايا، وزيد معناها كيفاش نزيدوا نخلقوا الفرص باش نزيدوا نوصلوا لأكثر الناس عن طريق الشبكة هذية اللي باش نطوروا لها طريقة العمل متاعها، باش نركزوا على مواضيع معناها عندها اهتمام مشترك بين مختلف، ومواضيع حياتية يعني الناس تفهمها وناس تحسها. هذه المواضيع باش نبداو نخدموا عليها الآن، بدل ما نخدموا بالشكل العام اللي هذه كانت مرحلة أولى، تو باش نخدموا على مواضيع كما التعليم كما الصحة كما التشغيل وغيرها من المواضيع. شركاء شبكة عهد تونس للحقوق والحريات أكدوا أن هذا العهد انطلق اليوم وإلى ما لا نهاية له في نشر وتوعية الجميع بحقوقهم وحرياتهم. وهذه الشبكة هي مساري، شبكة مرنة تضم عديد ما تكون مهمتها هو نشر الثقافة، ورشات تصور وطني، معناها نقاشات، نشر قيم التسامح وحرية الاختلاف في الرأي، يعني وستكون أيضا ممتدة على كامل تراب البلاد. حملة إصلاح المنظومة التربوية وتأصيل مجتمع ديمقراطي هي أول عمل لعهد. سنضع كل مقرات الاتحاد العام التونسي للشؤون، الاتحادات الجهوية والاتحادات المحلية في القرى والوسائل اللوجستية البشرية بمعنى الهياكل، النقابة الأساسية والنقابة الجهوية لكل نقابة التعليم ستجند من أجل تطوير أو كما قلت التعريف بهذه الشبكة من خلال النقابيين والنقابيات. إن وجدنا إمكان علاقة طبعا مع وزارة التربية التي أعتقد أظن أنها شريك في هذه مع المعهد العربي، أيضا لها عقد شراكة مع المعهد، يمكن أن ذلك الدخول إلى المؤسسات التربوية، المدرسة الابتدائية والمعهد الثانوية والجامعات لما لا، من أجل خلق
كما قلت فضاء للحوار حول هذه الوثيقة، لأن تلميذ اليوم هو الذي سيبني مجتمع الغد. حلم دولة ديمقراطية مدنية تقوم على العدالة الاجتماعية، ذاك أبرز أهداف شبكة عهد تونس التي تزامنت إطلالتها مع الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان. بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، اختارت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان موضوع التعذيب في تونس ليكون محور ندوة تناولت بالأساس واقع الاحتفاظ في السجون والإخلالات المتعلقة بحقوق الإنسان بعد الثورة. كما قدمت الندوة شهادات لتونسيين تعرضوا للتعذيب منذ ثورة 14 من جانفي إلى اليوم. واقع حقوق الإنسان بصفة عامة بعد الثورة، الشعب خذا حريته لكن ما تطورش، اولا على مستوى التشريع ما تطور حتى شيء، واحنا طالبين كرابطه وانه التشريع التونسي متعلق بحريه المواطنين وحقوقهم يرتقيوا الى منظومه دوليه لحقوق الانسان، خاصه المعايير الدوليه الدنيا اللي تحترم حقوق الانسان. اثنين، على مستوى الممارسه مازالتنا نفس القوانين موجوده ويقع اعتمادها ويقع الارتكاز عليها لانتهاكات لانتهاك حقوق الانسان وانتهاكات عديده ومتعدده في جميع المجالات. ثلاثة، اللي يهمنا أكثر اليوم هو أنه فما غياب الوعي لدى الأطراف اللي تهتم بالقضاء تهتم بالأمن، مع أن الموضوع هذا موضوع حساس وأكيد ويجب أن معناها التصرفات والسلوكيات تتبدل. بمناسبة الذكرى 65 للإعلان العالمي عن حقوق الإنسان، شهد الشارع الرئيسي بالعاصمة اليوم تحركا احتجاجيا لحزب القراصنة والحزب التونسي الذين نددوا بتواصل التعذيب في تونس بعد الثورة. يوم العالمي دفاع حقوق الإنسان عبيت تتحاسب، اليوم عام دفاع حقوق الإنسان جابر الماجري مازال في الحبس، نعود نذكره الحرية لجابر الماجري، الحرية لجميع الشباب التونسي اللي موجود خلف القضبان، صحيح هما في زنزانة، يمكن الزنزانة هذه أشب وأحلى، رغم أما احنا رانا في زنزانة البرة أخيب وأخيب وأخيب ملي الداخل. نتمنى كان هذا. وكانت المحكمة قد نظرت اليوم في قضية رئيس حزب القراصنة فيما يتعلق بتهمة التحريض على الاحتجاج المسلح وحكمت بعدم سماع الدعوة. بوستولي سور فيسبوك سور ريزو سوسيال، هذايا الريزو سوسيال هذايا مش منصص عليه في المشرع التونسي في النص القانوني، دونك هيئه الدفاع نتاعي يعني قررت كونه يعني ترفض الدعوه شكلا ومضمونا، بما انه يعني حتى الجانب القانوني للدعوه غير متوفر، يعني هذايا يعني تبلي في على حزب القراصنة التونسي، تبلي على رئيسه اللي هو انا شخصيا، وتبلي على جميع النشطاء. حركة وفاء وتيار عائدون من جهتهم نفذوا أيضا وقفة احتجاجية بمناسبة ذكرى الإعلان العالمي عن حقوق الإنسان، حيث طالبوا بإصلاح المنظومة القضائية وبإيقاف التعذيب. نعلم أن منظومة حقوق الإنسان ككل في تونس بعد الثورة نراها مهددة أكثر من أي وقت مضى، نرى عودة للممارسات السابقة، عودة لممارسات القمع، عودة لممارسات البوليس، عودة للبوليس السياسي في حد ذاته، عودة للتعذيب، والجميع يتحدث عن الأوضاع داخل السجون وداخل مراكز الاعتقال. هذا بعد كلي على مربع الثورة. نعلم أن إحدى شعارات الثورة هو الكرامة، الكرامة تمر حتما عبر منظومة حقوق الإنسان، وكما قلت نراها اليوم مهددة. نريد أن نرسل رسالة مضمونة الوصول بهذه الوقفة إلى النخبة السياسية، إلى السلطة، إلى فعاليات المجتمع المدني، إلى الشعب التونسي، أن ثورة حدثت في تونس وأن لها استحقاقات بعيدة عن استحقاقات النخبة في الصراع المفتوح الذي نراه اليوم عن السلطة والذي ضيع استحقاقات الشعب التونسي. لعل حقوق الإنسان إحدى أهم رأي. في إطار الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، نظمت اليوم كل من المندوبية الجهوية للثقافة بصفاقس وفرع صفاقس الجنوبية للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بالتعاون مع الجمعية التونسية للعدالة ورد الاعتبار يوم السجين المبدع داخل السجن المدني بصفاقس. وتضمنت هذه التظاهرة عروضا مسرحية وموسيقية من إنتاج نزلاء السجن المدني وعروضا ترفيهية أمنها عدد من الممثلين والممثلات. وتهدف هذه التظاهرة إلى إيصال العمل الثقافي للسجون باعتباره حقا أساسيا من حقوق الإنسان. الاحتفال بالذكرى 65 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان هذه السنة تجاوز الفضاءات التقليدية المألوفة ليعانق أسوار السجن المدني بصفاقس.
نشر ثقافة حقوق الإنسان ومنها الحق في الفعل الثقافي والإبداعي مثل أهم أهداف يوم السجين المبدع الذي انتظم اليوم 10 ديسمبر بالسجن المدني بصفاقس ببادرة من المندوبية الجهوية للثقافة والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بمشاركة مجموعة من الممثلين. وفي يوم العالمي لحقوق الإنسان الذكرى 65 من نجمه كان نقوله أنه لكل مواطن الحق في الثقافة. دونك نشاطنا يجي في الاتجاه ذا وأنه احنا في مشروعنا الثقافي في جهة صفاقس نمسوا كل الفئات بما فيهم المساجين. اليوم من احنا كرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان فرع صفاقس الجنوبية نزور السجن في نطاق تجسيم حق من حقوق السجين وهذا مهم جدا. سلب الحرية للإنسان لا يعني التنكر لبقية الحقوق الأساسية لهذا المواطن الذي وقع في السجن. وإحنا كإدارة عامة للسجون والإصلاح قاعدين نشجعوا في هالأنشطة هذه، قاعدين نحتفلوا بالمناسبات الوطنية والعالمية، قاعدين ندعموا في تجربة العروض الموسيقية والعروض المسرحية للراغبين في ذلك من جمعيات الثقافية والفرق المسرحية والفرق الموسيقية وغيرها. بالرغم من وجودهم داخل أسوار السجن نجح نزلاء السجن المدني بصفاقس في تقديم إبداعاتهم وأعمالهم الفنية بتأطير من المندوبية الجهوية للثقافة والجمعية التونسية للعدالة ورد الاعتبار إيمانا منهم بقدرة العمل الثقافي على فتح أفاق جديدة أمام المساجين قد تساهم في تيسير عملية إدماجهم في المجتمع بعد قضائهم لفترة عقوبتهم. والله السجناء يعني كلهم يرغبوا في النشاط الثقافي والنشاط المسرحي والفني ويعني كلهم متعاطفين وكلهم يحبوا يشاركوا وإن شاء الله تكون مسيرة وتكون لهم دروس. هي النشاط هذا اللي يصير في السجن فيه شوية توعية لبعض السجناء يعني يأخذوا بالنصايح ويتفهموا الوضع ويحاولوا أنهم ما يرجعوش للخطأ. البادرة هذه مش نحاولوا أنه باش نطوروها في إطار متابعة السجناء بعد قضاء فترة عقوبتهم للإدماج ولتسهيل ربما اندماجهم في المجتمع. هذا برنامج كبير لقينا تشجيع وإن شاء الله مش نواصلوا فيه لمزيد دعمه. المعوقات إذا كان موجودة راهي مادية معناها ما نصورش معوقات أخرى معناها، وفي السجن هنا هو برشا برشا ظروف متوفرة أنه باش نعملوا عمل إن شاء الله يكون كبير إن شاء الله. السجن هذا ماله إلا سجن مؤقت، إن شاء الله واحد يقدر روحه في السجن اللي برا. إبداعات ولدت من رحم السجن روت معاناة المقيمين داخل هذا العالم الغامض والحافل بالتجارب وكسرت القضبان، حيث لا شيء يفصل هؤلاء السجناء عن العالم الخارجي، فهم فئات مهمشة تستحق الاهتمام والمتابعة حتى تكون محصنة من خطر فكري يتربص بها في إحدى الزوايا. شنو هي التجربة اللي خذيتها من المدة اللي عديتها في الحبس؟ أدى سفير المملكة المتحدة زيارة لولاية قفصة لمدة يومين وهي الثانية للسفير هامشكوال خارج العاصمة. هذا والتقى السفير بعدد من الجمعيات للإطلاع على عدد من المشاريع التي أنجزت بالشراكة مع بريطانيا. تأتي هذه الزيارة في إطار دعم المسار الانتقالي لبلدان الربيع العربي. On est ici à Gafsa parce qu'on a des projets dans le cadre de notre programme de partenariat arabe, comme le programme de iWatch, et aussi on a visité des projets hier pour soutenir l'entrepreneuriat. Et aussi on a visité, on a eu un entretien aujourd'hui avec Tamil, qui est un projet qui cible la participation des femmes et des jeunes dans la vie publique et la vie politique. Alors, il y a beaucoup de projets dans le cadre de notre programme de partenariat arabe, et ce programme se situe dans notre soutien pour le processus de transition démocratique ici en Tunisie. Dès le début, le Royaume-Uni s'est engagé de soutenir le processus de transition démocratique, et c'est ce que nous faisons partout dans le pays. نفذ أعوان الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بجابس وقفة احتجاجية دورية ابتداء من اليوم للمطالبة بإلغاء التعيينات على أساس الولاء الحزبي والعفو التشريعي العام وتأسيس إدارة جهوية أخرى للصندوق لتخفيف الضغط. وقفات احتجاجية في جابس بخصوص الأمر اللي عن العفو التشريعي العام والترقيات كل خمس سنوات يعطوهم صنف، وعندنا ظروف معناتها ظروف عمل سيئة
خاصة في المكاتب الجهوية في جابس، وعندنا مطلب اللي هو أقليم طبي بجابس. نحكو على بصفة عامة العفو التشريعي اللي معناها للصادر، ونحكو على ظروفنا العملية في بيرو جابس، معناها نخدمه في ظروف قاسية ياسر، لا ماتريال ولا معناها ضيق في المكاتب و... بون المطلب المنشور متاع العفو التشريع العام، وعندك توسيعة المكتب الجهوي بجابس، فهمتني؟ وإقليم طبي مسجونين رجعوهم لخدمهم، فهمتني؟ وعطوهم على كل 5 سنين حبس كاتيجوري، وهي مش موجودة في القانون الأساسي متاع الصناديق الضمان. يواصل أعوان شركة توبنات اليوم اعتصامهم المفتوح الذي انطلق يوم أمس، وذلك احتجاجا على ما اعتبروه عدم جدية الإدارة ومماطلتها في تحديد العلاقة القانونية التي تربط الشركة بشركة اتصالات تونس. المطلب الأساسي متاعنا احنا كأعوان توبنات الصيغة القانونية اللي تجمعنا بالشريك الرسمي متاعنا واللي هو الأوبيراتور متاعنا اللي هي اتصالات تونس، اللي تحوز 99.99% من الكابيتال متاع توبنات. احنا كنا نتمناو اللي ما نصلوش للاعتصام هذايا، اما نظرا للظروف اللي قاعده تمر بها المؤسسه والمماطله من اتصالات تونس وعدم الجديه في التعامل لا مع الطرف النقابي ولا مع اطارات توبنات واعوانها، اذا كان ثم اراده حقيقيه لدى اتصالات تونس ومجمع اتصالات تونس ندعوهم الى فتح باب حوار جدي ومسؤول مع النقابة هذه ومع الجامعة العامة لبريد الصالات والاتحاد العام تونسي للشغل، وذلك لتقنين الصيغة القانونية ولتبيانها باش نجم نأسسوا عليها نعملوا نظام أساسي لما لم يكون شبيه للعاملين في اتصالات تونس، مع تضمين فيه بعض الخصوصيات الخاصة بهم اللي هما خاطر عندهم عمل يختلف عن العمل الموجود في اتصالات تونس، وثاني حاجة عندهم مطالب أخرى مزمنة. انتظمت بولاية سيد بوزيد جلسة عمل للنظر في تقدم إنجاز مشاريع التنمية المندمجة، وتم خلال هذه الجلسة تقديم أهم المشاريع ضمن القسط الثاني لسنة 2013، وتشمل هذه المشاريع المتعلقة بالبنية الأساسية والتجهيزات الجماعية وعناصر فردية 9 معتمديات. يذكر أن بعض المشاريع بولاية سيد بوزيد معطلة بسبب اعتراض المواطنين أو عزوف المقاولات عن إنجازها. 9 مشاريع ضمن برنامج التنمية المندمجة في قسطها الثاني ستتمتع بها 9 معتمديات من ولاية سيدي بوزيد، مشاريع من أهم عناصرها تهيئة البنية الأساسية المنتجة كالمناطق السقوية وأيضا إحداث التجهيزات الجماعية. أهم العناصر إذا كان نحكو إجمالا 353 مليون دينار تتوزع حسب العناصر التالية: إحداث 12 منطقة سقوية عمومية على مساحة 400 هكتار، إحداث نواة سوق جمل بمدينة الرقاب، إحداث أو تهيئة وتعبيد 14 مسلك فلاحي، تهذيب 2 أحياء شعبية بمدينة المكناسي ومدينة جلمة، إنجاز أو إحداث مراكز لتجميع الإنتاج الفلاحي بكل من الرقاب والسوق الجديد، بناء 6 مراكز للصحة الأساسية بمختلف المعتمديات المستهدفة، بناء مركب طفولة بمغيلة، بناء نادي شباب. هذه المشاريع تم رصد اعتماداتها على أن تنطلق في وقت لاحق. المشاريع هذه تم ضبط بعد المصادقة أو إمضاء عقود البرنامج لفيت 9 معتمديات، تم ضبط الرسنامة لتنفيذ هذه المشاريع يعني بداية الدراسات التنفيذية باش تنطلق بداية من شهر ديسمبر. هذه المشاريع التي صادقت عليها وزارة التنمية منذ جوان 2013 قد تواجه إشكاليات وصعوبات في تنفيذها. أهم الإشكاليات والصعوبات المعترضة هي أولا عدم مشاركة بعض مشاركة الشركات في إحداث الأبار العميقة، وهنا تعرفوا أنتم قبل الأمور الأمنية، وثم عزوف بعض المقاولات عن المشاركة. إحنا الاعتمادات موجودة كبرمجة موجودة، لكن بعض الشركات ما يحبوش يشاركوا على مستوى بعض المناطق في الصفقات المناقصة. ثم كذلك بعض الإشكاليات اللي اعتراض بعض المواطنين، مثلا كما المواقع تاع حفر الأبار، إحداث المناطق السقوية، هذه تعطيلنا إن شاء الله باش نجوزوها قريب إن شاء الله. يشمل برنامج التنمية المندمجة عديد المجالات، وسيساهم في بعث حركية اقتصادية محلية إذا ما وقع تجسيد مشاريعه وما لم يبقى ذلك حبرا على ورق.
عقد الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري ندوة صحفية على خلفية اختتام الصالون الدولي للفلاحة والآلات الفلاحية والصيد البحري في دورته 11. المنظمون أكدوا نجاح المعرض رغم وجود بعض النقائص وقدموا اقتراحات عديدة للنهوض بالقطاع الذي عرف في السنوات الأخيرة تراجعا ملحوظا. اختتمت فعاليات الدورة 11 للصالون الدولي للفلاحة والآلات الفلاحية والصيد البحري بعد نجاح كان قد حققه رغم بعض الصعوبات. فما شوية نقائص لكن ماهيش حاجات كبيرة، مي نجح وتعدى خارق للعادة. ديجا أنا البارح كنت في المغرب ومشيت زرت معرض المغرب، نلقاه لا علاقة، معناها معرض تونس كان ناجح بالنسبة للمعارض أخرى من اللي شفناه. 70,000 زائر ومشاركة كبيرة لعارضين أجانب في الصالون الدولي للفلاحة أنجبت اتفاقيات شراكة مع دول أجنبية، اتفاقيات جعلت الأطراف المشاركة تعتبر هذا الصالون من أحسن الدورات، غير أن المنظمين استغربوا غياب رجال السياسة. احنا بعاد على السياسه، معناتها مانيش ندخلوا في الشان السياسي، اما زاد الشان السياسي يهم الفلاحه، على خاطر الفلاحه باش تطور لازم يصيروا فيها اصلاحات هيكليه، والاصلاحات الهيكليه هذه ما نجم يقوموا بها الا السياسيين. دونك احنا حابين السياسيين يبداو حاضرين، بالخاصة السياسيين هما مهتمين بالانتخابات الجايه. كنا ننتظروا اللي اعضاء مجلس التاسيسي باش يكونوا حاضرين، باش يكون فما حوار مع الفلاحه مباشره، خاطر فلاحتنا بكامل الجمهوريه التونسيه بالجهات الكل تنقلوا لزياره المعرض. دونك حبينا باش يكون فما حوار، ما كانش فما حوار، كان غياب للحوار، ما كانوا حبوش، ما نقولش ما حبوش، ما جاوش باش يسمعونا ولا حتى يشوفوا شنو هي مشكلنا. تراجع في مردودية الانتاج الفلاحي وأزمة قطاع ناتجة عن عدة عوامل، ورغم ذلك فقد تم التخفيض في ميزانية وزارة الفلاحة. نستغرب هالتخفيض في ميزانية وزارة الفلاحة، لخاطر احنا نحب ميزانية وزارة الفلاحة تكبر مش تنقص، وبالأخص تكبر باش تمشي في أمور هيكلية في مشاريع ومش في تخليص أجور متاع يعني الموظفين متاعها. لا اسمع، عجز كبير برشا اللي هو حاجتين، الحاجة الأولى الزيتون مجاش سابة، والحاجة الثانية وقع مرض في الزيتون هذي، فما دودة معناتها في الكعبة تيكل في الكعبة، وما كانش فما تحرك باهي معناتها باش المداوات. إمكانية النهوض بالقطاع الفلاحي ممكنة إذا ما توفرت الأرضية الملائمة لذلك عبر تفعيل عدة إجراءات. احنا شنو نقترحوا؟ نقترحوا أمور هيكلية كبيرة، لازم مراجعة المردودية الاقتصادية متاع القطاع الفلاحي، التمويل 7% برك من الفلاحة ينجموا ياخذوا قروض، الاستثمار ضعيف برشا، الامور نتاع التشتيت لجنة الملكيه لازم نعطيو فلوس الفلاحه باش ينجموا الفلاحه يشريوا اراضي، باش ينجموا ينقصوا من لجنة الملكيه، هذا الكل مش موجود. يساهم قطاع الفلاحه في تونس بنسبه 9% من الناتج الداخلي، ويشغل 16% من اليد العامله، ورغم ذلك لا تتجاوز نسبه الاستثمارات في هذا المجال سوى 10%. صرخة فزع يطلقها أخصائي القطاع لإنقاذ نسبة ما يقارب 17% من مؤشرات مساهمة القطاع الفلاحي في الاقتصاد التونسي، والتي تسير نحو العجز حتى عن تحقيق الاكتفاء الذاتي في مواد احتلت تونس المراتب الأولى في تصديرها.